يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض القنوات الفضائية عرض لأحداث دعوة الأنبياء، يوجد في بعض القنوات الفضائية عرض لأحداث دعوة الأنبياء مع أممهم، ويظهر بعض الفساق متمثلا بنبي أو بصحابي، فما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟ هذا أمر محرم، لا يجوز تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يجوز تمثيل الصحابة، هذا كله محرم، وصدر فيه قرارات من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية، لا يجوز هذا. بل التمثيل أصله كله باطل، كل التمثيل أصله كذب وباطل، لكن إذا وصل الحد إلى تمثيل الأنبياء والصحابة هذا محرم، لا يجوز. نعم، هذا استهانة، هذا يكون استهانة بالأنبياء، استهانة بالصحابة. نعم.